بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. راح نقدم في هذا الفيديو ملخص الاختبار لا بروميير سيكونس ولا دوزيام سيكونس، يعني الوحدة الأولى والوحدة الثانية. هذا اللي قريناه باش يتسنى الأمهات والتلاميذ كذلك يراجعوا الأبناء تاعهم ويستدركوا مع الأبناء تاعهم واش قرينا، وتكون عندهم دراية وعلم على واش راح يقرأ التلميذ في القسم. نتمنى ان هذا الفيديو يليق اعجابكم. لا بروميير سيكونس درتها، لا دوزيام سيكونس راني درتها من القسم، ولا بروميير سيكونس دوك نعاود نرجعها خارج القسم، يعني موش من القسم تاعي. ابقوا معايا لاخر الفيديو، اكيد راح تستفادوا اي شيء، راني في الخدمه. Les mots de localisation. À côté de, près de, en face de, pas loin. La phrase. La phrase de déclarative. Majid habite le quartier Amérouge. La phrase interrogative. Tu as son adresse, oui, maman. Tiens, merci. La phrase déclarative. Majid habite le quartier Amérouge. La phrase interrogative. Tu as son adresse. Tu as son adresse. Répète. Tu as son adresse. Tu as son adresse. Répète. Vas-y. Le verbe. Le verbe avoir. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, elles vont, elles vont. Ah, tiens. Oui. Nous avons, vous avez, il avec S, S. Zan. Zan. Il avec S, elle avec S, Zan. Vas-y, Jess. Tiens, merci. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, il, elle a, nous avons, vous avons, ils. Vous avez. Vous avez, ils ont, ils. Elles ont. Elles ont. Ils ont, elles. طبعا واش تهو دوك بقى لي مع التلاميذ وما صورتهاش لكم، هو لو فيمينا لوغتوغراف لو فيمينا. هذه بوغ لا دوزيام سيكونس، يعني الوحده الثانيه. دوزيام سيكونس واش قرينا في لا دوزيام سيكونس بوغ لو فيمينا؟ قرينا لو فيمينا افيك لي مو كي سو تيرمين باغ اور اي لي مو كي سو تيرمين باغ تور. بوغ لي مو كي سو تيرمين باغ اور لو فيمينا سي اوز، et les mots qui se terminent par teur, le féminin c'est triste. Voilà. Je donne un exemple. Par exemple, un nageur. Le féminin un, le féminin c'est une. Ou nageur, je relève heure, heavy trop, ou j'ai fait ou diffibastra, us. Pour teur, je dis un, par exemple, un directeur. Le féminin un, tu vois, il est une. Ou teur heavy neglaha. Ou je suis lui, je lui direct. نزيد تريس ديريك تريس. فوالا هذا هو لو فيمينا اللي درناه. وسي واش درنا ثاني في لوغتوغراف لي زوموفون ا اي ا افيك اكسون و او تي و او اس تي. ا هي لو فيرب، او اس تي سي تي فيرب، هذا لو فيرب افوار وهذا لو فيرب اتر وهذا سي اون بريبوزيسيون وهذه اي هي واو الرد. دوك بوغ لا دوزيام سيكونس، هذه بوغ لا دوزيام سيكونس. بوغ لا بروميير سيكونس، لا بروميير سيكونس كملناها ودرنا لها التقويم تاعها. بصح هذا اختبار، يعني اختبار ممكن يجي شامل لا بروميير سيكونس ولا دوزيام سيكونس، ممكن تجي غير لا دوزيام سيكونس، ممكن تجي لا بروميير سيكونس. بصح انا كي نقعد نراجع كلش، نراجع كلش خاطر هذا اختبار يكون شامل. دوك انا نراجع معكم لا بروميير سيكونس، ديجا انا درتها في قناه ودرت الملخص تاعها، معليش راح نعاودوه. درنا كيما لا دوزيام سيكونس كيما شفتو مع التلميذ، درنا لي مو لا دوزيام سيكونس، لا دوزيام درنا لي مو دو لوكاليزاسيون، يعني ظرف المكان دو لوكاليزاسيون.
La première séquence, donne les mots de salutation. Yani, les kalimat tarhibia. هي bonjour, salut. مش واضحة راه الكارتوشة بقى تكبر هذاك على تعلم بريموت مش بينا au revoir و à bientôt à bientôt هذه اللي نهضر على la première séquence واش درنا في لا غرامير درنا le nom propre اسم العالم مثل هو اسم الانسان اسم المدينة Ali Maria Algérie جلفا و le nom commun هو اللي يبدا ب un une le la elle apostrophe les و ثاني des نسموه اسم سيرونو كوما يعني هذه واجب الام والله للتلميذ يراجع كل شيء يراجع لا بروميير سيكونس لا دوسيام سيكونس ان ليون اون ميزون لو كارتيير لا بورت ليكول لي روي اي دي زيلاف باغ اكزومبل هي مثال هذه فقط امثله واش قلنا ثاني قلنا لو فيرب اتر او بريزون جو سوي توي اي لافي نو سون فو زيت اي افيك اس الا افيك اس سا في لورتوغراف درنا الحاله العامه تاع لو فيمينا ان voisin, le féminin une voisine, هنا نزيد e و هنا نزيد e. Le cousin, le féminin c'est la و le mot اللي عطاه لي نزيد له e. نتمنى اني مانيش نسرع وراني نوضح le féminin درنا الحالة العامة وين تنزيد e. Le féminin هي la و un le féminin هي une والكلمة اللي عطاها لي نزيد فيها نزيد لها e. Par exemple voisin, un voisin, le féminin هنا نزيد e و هنا نزيد e. تولي لي une voisine. بالنسبة لدلنا ثاني لكولاغ جاء كاملين وعليه قرينا لكولاغ باش نخدمو لمنزل الأحلام لا ميزون دو غاف لا بروديكسيون كي دير كان دير كيما هاك باغ اكزومبل جو مابيل أحمد جابيت دون ما ميزون في البيت تاعنا لا بورت كي كان داير لا بورت باغ اكزومبل اي جون أصفر ندير لي كولاغ تاع لي بارتي دو لا ميزون Les fenêtres, par exemple, sont bleues. Kenou zrok. Le toit, par exemple, kenou noir. Aswad. Les façades sont rouges. Voilà, les façades plurielles ou les fenêtres plurielles. Ou les deux féminins pluriels. Nzid E ou Nzid S. Nzid E ou Nzid S. طبعاً هذا اللي قريناها في الوحدة الأولى والوحدة الثانية لا بخامير سيكونس ولا دوزيام سيكونس مازال ما دخلناش البروجي نيميرو 2 مازال ما دخلناش التروازيام سيكونس إن شاء الله حتى نكمل الاختبارات ونوجدهم نتمنى أن هذا الفيديو لاق إعجابكم واستفدتوا منه اللي ما فهمش حاجة يعاود يرجع الفيديو ويعاود يراجع la production écrite تاع la deuxième séquence هي le quartier Amiroche درنا فيها لي مو دو لوكاليزاسيون ما ميزون اي اون فاس نكتبها هنا بدل ملي راجع نكتبها هنا باغ اكزومبل ما ميزون جابيت لو كارتيي Amiroche باغ اكزومبل لا نعطيك مثال هذه الوضعيه الادماجيه تاع لا دوزيام سيكونس جابيت لو كارتيي Amiroche Ma maison, Beiti, ma maison, est en face, par exemple, de la pharmacie. Hna ndir الموقع تاع pharmacie, ndir الموقع تاع المنزل. Près de l'école, قريب من المدرسة, et pas loin de la mosquée. الأهم في هذا الفقرة أن التلميذ واش يدير يعرف هذا لي مو اون فاس دو و بخي دو و با لوان دو ويعرف الأماكن حنا قرينا بزاف الأماكن قرينا لا فارماسي قرينا ليكول قرينا لا موسكي قرينا لا بيسين كحالو درناها الفقرة تكون دايرة كيما هكا يعني الفقرة تاع لا دوزيام سيكونس الوحدة الثانية تكون كيما هكا والفقرة تاع الوحدة الأولى تكون كيما هكا نخلي لك الكاميرا باش دايره كيما هكا والفقره الثانيه دايره بهذه الطريقه الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى